مسجد نبی شریف کے امام ہیں الشیخ محمد ایوب حفظہ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اب اگر تکبیرات ہو جائیں. وقت ہمارے پاس مختصر ہے. ابھی وقت ہے ابھی ہمارے پاس. اچھا, بچوں کے لیے جو ایک لہجہ میں پیش کرنا چاہ رہا تھا اس کی فوراً بعد ہی جو اس کا تکملہ ہے اس موضوع کا, شیخ محمد ایوب کے بعد شیخ عبداللہ عوات الجوہنی جن کے انداز میں تلاوت پیش کر رہا ہوں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ تکبیرات کا. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. سبحان الله سبحان سبحان. تكبيرات شیخ عبد الرحمن السدیس صاحب کے انداز میں. ہاں ایک دفعہ جی. کیا تکبیرات انہی کے ساتھ انشاءاللہ پیش کروں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی ایک مختصر تلاوت میرے خیال میں ہو جائے, اس کے بعد تکبیرات, پھر ایک مفصل تلاوت شیخ صاحب کے انشاءاللہ, اور پھر دعا پھر آخر. جی انشاءاللہ. پہلے تو میں شیخ صاحب کا جو نماز کا انداز ہے وہ پیش کروں گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے ماشاءاللہ, اور پھر اس کے بعد تراویح میں جو آج کل وہ پڑھاتے ہیں. جی جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم
رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جزاك الله جزاك الله كيا بات